في عيش الخبر أينما كنت. تحولت أجزاء من مدينة البيرة إلى مكان لتجمع النفايات بشكل عشوائي بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المكب الرئيسي للمدينة، ما استدعى قيام مجموعة من المواطنين بتنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من مستوطنة بيت إيل رفضا لهذا القرار. إغلاق هذا المكب سيؤدي طبعا إلى طرح النفايات، وخاصة نحن في فصل الصيف الآن، والنفايات تتحلل بشكل كبير جدا، ومرينا طبعا في فترة عيد وهناك مخلفات يعني بروتينية ولحومات وأسماك، وهي طبعا تتحلل يعني بشكل يعني سريع جدا. طبعا رميها في هذه الأماكن العشوائية طبعا هيخلق طبعا بدل المكب صار 100 مكب عشوائي، وهذا طبعا سيخلق مشكلة صحية عالية جدا. طبعا بعض الأحيان البدائل الناس طبعا بتولع النفايات وبتحرق النفايات، وممكن كمان النفايات هي يعني تحترق ذاتيا، يعني هناك طبعا يعني وجود طبعا مخلفات يعني زجاجية أو مرايا ممكن طبعا يؤدي إلى الاشتعال. طبعا يعني حرق مثل هذه النفايات طبعا كارثة أخرى وصحية على الإنسان من خلال تلوث الهواء ومن خلال المواد اللي بتطلع من البلاستيك بالذات زي الديوكسينز والفيورانز اللي ممكن طبعا تعمل سرطانات وتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي. كارثة صحية وبيئية انعكست على المدينة بعد هذا القرار، ما أدى إلى إفراغ النفايات بالقرب من البنايات السكنية احتجاجا، رغم الأصوات التي تؤكد أن المكب الذي يعمل منذ 30 عاما قادرا على الخدمة لسنوات قادمة دون أضرار أو أخطار. يستخدم ل 15 سنة أخرى بدون أي أضرار بيئية يشكلها هذا المكب. الدكتور معالي الدكتور يوسف صفي وزير البيئة الفلسطيني عند زيارته للمكب قبل 3 أيام صرح لوسائل الإعلام جميعا بأنه هذا المكب لا يشكل أي خطورة بيئية ولا ضرر بيئي من طمر النفايات، لأن النفايات لا تبقى على حالها وإنما يتم طمرها مباشرة بعد رميها في المكب. المكب يخدم أكثر من 80,000 شخص، وفي حال استمر إغلاقه ستنتشر المكبات العشوائية وتولد مشاكل صحية يصعب حلها خلال الفترة القادمة. لتلفزيون القدس محمد العدم البيرة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.